كرات الشوفان بزبده الفول السوداني، هي بتقول ان ده هيلثي جدا للعيبه او للناس اللي رايحه الجيم او للاطفال اللي هم الام بتبقى عايزه الصبح تديهم حاجه وما لهمش نفس الاكل. انا شفته مكوناته روعه. مكوناته عباره عن ايه يا ساره بسرعه؟ هتقولي ده شوفان وزبده كوبايه ونص شوفان، معلقتين كبيره قشور السليم او الاسباغولي، يعني حاجه من الاثنين في من العطار، ربع كوبايه عسل، كوبايه زبده فول سوداني، شوكليت شيبس بس يا ريت تبقى دارك علشان اصحي. تعالي بقى اشتغليه هنا واحنا معانا اسئله الدكتوره معاها قبل الاسئله. السليم ده مش هيعدي عليه. ده اولا بيملى البطن، مليان غني بالالياف، مفيد جدا لانه بيدي طاقه، ففعلا الناس اللي هم عندهم رياضه لما بياخدوا منه بيديهم طاقه لمده طويله لانه بيقدر هو ايه السليم اللي ليه قشور؟ يعني ايه قشور السليم؟ ما عباره عن الياف. فطبعا يعني كمان زي القوت مثلا لو احنا جبنا برده القوت او كده والحاجات دي والكويكر بيبقوا غنيين بالالياف فبيحافظوا على معدل السكر في الدم فبيدونا طاقه ثابته لمده طويله، وهي دي الميزه. بيبقى بعد الناس اللي بتلعب رياضه ما تهبطش وهي بتلعب رياضه. اوكي.